صباح الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من دردشه سريعه. صباح الخير، صباح النور عليكم. حلقه جديده من برنامجكم، برنامج دردشه سريعه على قناتي المفضله قناه الصحه والجمال. النهارده حلقه انا بتمنى ان جميع المسؤولين يشوفوها، لان بجد حلقه ممكن نطلع بيها بثوره قوميه لينا، حاجه كويسه لينا هتفيدنا كتير. سيبوس يتقدم بقى لها الضيف بتاعنا. نقدر بفضل الله نقدر نوقف استيراد القمح نهائيا، بل ونصدر دقيق ونوفر مليارات الدولارات. نقدر بفضل الله، عندي حلول لا حصر لها. طبعا ده مش كلام، ده كلام ضيفي النهاردة، اللي عمل قمح من عجين الدقيق والبطاطا، بس بطاطا من نوع خاص واللي هي منسوبة لي، واسمها البطاطا الجنداوي. معايا النهاردة العالم المصري أستاذ دكتور عبد المنعم الجندي، أستاذ تربية الخضر والنباتات الطبية ورئيس بحوث بمعهد البساتين ووكيل محطة البساتين. نورنا يا دكتور. ربنا يبارك في حضرتك. نورنا يا دكتور. ربنا يبارك في سيادتك، وأهلا بيكم وأهلا بكل مصري وكل اللي بيشاهدوني على قناة الصحة والجمال، ويا رب نوفقنا الخير البلد دي ونعمل حاجة نقابل بها ربنا وننفع بها شعبنا. يا رب يا رب يا رب. اولا انا عايز اسال حضرتك عن ايه قصه بطاطا الجنداوي، وهي فعلا قصه منزوعه البطاطا منزوعه من السكريات؟ تمام. يعني انت وصلت الهجين ان انت تزرع بطاطا وبعد ما تزرعها ان هي تطلع من غير سكريات؟ تمام. هقول لحضرتك القصه ازاي. البطاطا ده محصول هام ومحصول رئيسي وله قيمه كبيره جدا وله قيمه اقتصاديه، ومنتشر في جميع معظم دول العالم، في البلاد اللي فيها حرارة مرتفعة، وفي أفريقيا وفي البرازيل وبلاد كتيرة من العالم. يعني هي شرط البطاطا ان هي يكون في درجة حرارة؟ يفضل زراعتها في الأجواء المرتفعة الحرارة والمعتدلة زي البرازيل. داني على سبيل، لا يعني ما هو في أجواء مختلفة. أصل أنا عارف ان البرازيل بيستخدم البطاطا في كذا حاجة. تمام. مش في حاجة واحدة. تمام. بس تمام. وإحنا من فضل ربنا لازم نكون سباقين وسابقين الناس دي كلها، وده من فضل ربنا علينا. انا قلت البرازيل او قلت نيجيريا او قلت مصر او قلت جميع الدول اللي بتنتجها، حتى دول افريقيا وزامبيا وغيرها، دي الدول اللي فيها حراره، هي بتعوز حراره عاليه، فالحراره المناسبه لها الجو المعتدل بتدي فيها محصول عالي. لكن احنا لازم نطوع العلم ان احنا نعمل الاصعب ونجد حلول. فمتواجده البطاطا بكل مزاياها، وهو محصول مهم، ولكن كثيرين مش عاتينه اهميته. البطاطا واحنا قلنا لازم نستخدمها استخدامات تفيد المجتمع، فكان لازم ادور وابحث من خلال البحث العلمي ومن خلال مشواري انني استخدمها كقيمه اعلى من انها مجرد حاجه بتتاكل مسلوقه او مشويه على العربيات في يوم الفسح والمنتزهات، وناكل البطاطا المسلوقه والمشويه وخلاص. لا، لان كان لازم اعمل منها بفضل ربنا سبحانه وتعالى فايده كبيره خالص تنفع الناس كلها. فتواجدت مشكلة كبيرة بتقابل البطاطا في جميع أصناف البطاطا اللي في الدنيا، إن هي التركيز بتاع السكريات عالي في البطاطا، لأنها اسمها حتى السويت بوتاتو أو البطاطا الحلوة. فكلمة سويت أو حلوة دي بتخلي حلوة. تمام. عشان أستخدمها أي استخدام في التصنيع الغذائي وادخلها في فرن او في اي حراره، معناها حضرتك انني عرضه ان يحصل كربوني وتتحرق ويظهر اللون الاسود الغير مرغوب في الايه. فحضرتك نزعت منها السكر. فكان الفكره كلمه نزعت دي عايزه شرح وتوضيح علمي، لان علشان اعمل ازاي بقى اطلع. لا بس يعني حضرتك اوريدي اصلا زرعتها ونزعت منها السكر. بفضل ربنا. صح. ده اللي انا عملت بقى. يعني هي لو اختلطت بالدقيق وهي فيها سكر هيتحرق تمام. وبناء عليه كل الاصناف اللي ما هيش التركيب الوراثي اللي انا عملته عشان فيها سكر عالي ما بتنفعش تستخدم في صناعه العيش، اللي هنقول ازاي ان احنا بفضل ربنا الصنف ده بقى مميز في ايه، وايه اللي خلاه ينفع في هذا الامر. انني بذلت قصارى جهدي في برنامج التهجين. في يا ريت ده حضرتك، انا شغال من سنه 1993 الى النهارده في البطاطا وانتاج هجن البطاطا وتحسين الصفات الوراثيه ليها، وان انا اطلع حاجات خاصه الى النهارده بصفات خاصه. طب ممكن حضرتك تدينا نبذه مختصره ازاي فصلت السكر عن البطاطا؟ انا ما فصلتش. او تدينا نبذه مختصره عن البطاطا الجديده. انا اقول لحضرتك، كان البطاطا في مصر على سبيل المثال منتشر
لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحده من اصناف في مصر، اللي هي مبروكي وابيس والقاهره، وكانوا دول ثلاث اصناف او اربعه بالكثير اللي موجودين داخل جمهوريه مصر العربيه كلها، والناس ما بتزرعش. هو انا بس بعد اذن حضرتك انا عايز اوصل حاجه للساده المشاهدين، ان الاستاذ الدكتور عبد المنعم توصل ان هو يقدر يوفر من القمح عن طريق البطاطا منزوعه السكريات، ان هو يخلطها 50% بطاطا 50% دقيق وخلطهم مع بعض وطلع فعلا رغيف عيش مخبوزات بيها، وعنده استخدامات اخرى ليها. فده لو حصل وزي ما هو فعلا حصل، ولو معانا صور رغيف العيش وهو خارج، ده يوفر في استيراد القمح. بالعكس ده احنا كمان معانا فيديو، احنا معانا فيديو ومعانا صور. بالعكس ده ممكن كمان ان هو يخلينا نصدر القمح، مش 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 نستورد، ونوفر ملايين او مليارات من استيراد القمح. صورة العيش معانا على الشاشه. احنا معانا صوره العيش دلوقتي معانا على الشاشه، ده صوره العيش، وفي فيديوهات هنشوفها، في حاجات هنشوفها واحنا بنتكلم. وطبعا ده معمول من البطاطا والدقيق، عجين البطاطا والدقيق. على فكره كمان حضرتك ده 50% بطاطا 50% دقيق بدون قمح خالص. تمام. لا القمح اللي هو الدقيق حضرتك 50% ده عباره 50% كمان عن ايه بقى؟ ده عباره عن مخلوط من البطاطا مع قمح، ومش اي قمح بقى، ده قمح ال 82 اللي هو القمح المدعم بتاع وزاره التموين الاسمر وليس الفاخر. مش الفاخر. وحطينا بنسبه 1:1 حطيت، وفي حضور الاستاذ الدكتور. طب بتفرق في الفاخر؟ احمد خورشيد طبعا هي نفس النسبه، هي بس في الفاخر نسبة. لكن نجاحه في منظومه الخبز بتاع وزاره التموين حاجه عظيمه، ان انا اقدر فعلا ورسميا وتطبيقيا وامام جميع المشاهدين. اتفضل حضرتك. عشان ما جبتناش عيش معانا ندوق على الهواء وندوق الناس. حضرتك يعني من فضل ربنا عليا الحمد لله اني في علاقات طيبه مع جموع الشعب المصري كله، هذا من فضل الله ما شاء الله. والشعب كله او حبايبي واصدقائي كله بيطلبهم ان انا اعمل لهم، فانا مستعد على كامل استعداد ان انا اعمل يوم لجميع الاحباء على نفقتي الخاصه، واعمل واخبز قدام الشعب كله، واللي عايز ينورني ينورني، واكلف الدنيا ويجي يفطر، واي حد عايز، لان انا كل حبايبي بيطلبوا مني، فمش هشتغل مندوب توزيع عيش بطاطا. لا انا مش اعمل قصدي. يوم يعني انا قصدي ان احنا مثلا كنا ورينا نوري المشاهدين الرغيف على طبيعته وندوه قدامهم. طيب طعم الرغيف مختلف عن العيش بتاعنا العادي؟ يعني طبعا شهادتي ليست مجروحه، لان كل الناس اللي اكلت منه اثنت عليه، وهو فعلا فوق الوصف، حاجه من عند ربنا، ان البان تيست بتاعه او التذوق بتاعه حاجه مميزه من عند الله، بالاضافه الى المحتوى الغذائي افضل بكثير. ايه العناصر الغذائيه اللي موجوده فيه؟ في كل حاجه يا فندم حضرتك، في بروتين وفي فيتامين سي وفي مضادات اكسده وفي الفيتامينات المختلفه كلها، كالسيوم وفيتامين الف، فدي مجموعه عناصر بتخلي رغيف الخبز اللي طالع من تقريبا قيمه غذائيه اعلى بكتير. طبعا من احنا بنتكلم كمان يعني بجانب القيمه الغذائيه للقمح، احنا بنوفر 28 مليار. ده يا فندم حضرتك تراوح المبلغ عشان نكون في صادقين، إذا تم تطبيق منظومة إدخال الـ 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 البطاطا في تصنيع الرغيف المصري، وخاصة البطاطا الجنداوي اللي ما لها من مزايا، إن إحنا تراوح هذا الرقم، والله سبحانه وتعالى أعلم، ومسؤولين الدولة هم أعلم به. تمام صح كده. عشان نكون صادقين مع بعض. صح كده. إحنا بننتج، والقمح ده محصول رئيسي، والزملاء في مركز البحوث بيسعوا كل سنة. بس إحنا بنستورد قمح. يا ريتنا بنستورد. الكلام الحقيقي فعلا إن إحنا على إنتاجنا لا يصل إلى نصف استهلاكنا. إحنا بنجيب 10 مليون طن بالكتير إنتاجنا. إحنا بنزرع في حدود 3.5 مليون فدان كل عام. الثلاثة ونص مليون فدان دول لو بيجيبهم 20 أرداب أو 3 طن بيوصلوا للعشرة مليون طن. احنا استهلاكنا يفوق العشرين مليون طن، وبالتالي بنضطر نستورد نفس الكمية. عندك خلفية استهلاكنا كام؟ ضعف 20 مليون طن. ده بناء على تصريحات المسؤولين، وانا في ميزة والحمد لله يعني بحب الكلام وخاصة الارقام،
يبقى من صاحب القرار او المسؤولين. كويس ممتاز. وحضرتك مش معلومات مصممه. نرجع لوزاره التموين ومعالي الدكتور عالم صلحي هو الادرى بالكميه اللي بيتم استيرادها، ولكن يقينا في فيديو يقينا ان احنا من اعلى الدول استيرادا للقمح، ويصل استيرادنا في حدود 10 مليون طن، اي مثل ما نقوم به من انتاجه من القمح. احنا بقى البطاطا الجنجاوي لو دخلت في المنظومه نقدر بفضل الله ما نحتاجش اي قمح من الخارج. ده فيديو معانا؟ اتفضل حضرتك. ده احد الفيديوهات اللي قمت فيه بعمل خبز البطاطا الجنداوي مع القمح بنسبه 1:1، وانا موجود في داخل 1:1 اللي هي 50 يعني 50 50 كيلو جرام حطيتهم من دقيق القمح زائد 50 كيلو جرام بطاطا، وحطينا كمان خلطنا قدام الناس وعملنا العجين واكلنا الناس، طلع رخيف الحمد لله في منتهى الجمال. وكمان انا عامله ازاي؟ ده انا جايب البطاطا مسلوقه مباشره، البطاطا اللي هي الروتس اللي هي الجذور سليمه، وخدتها سلقتها الخاليه من السكر. هي كلمه خاليه من السكر، لا هي تركيز السكر فيه اقل من باقي الاصناف يعني الاخرى. فيها سكر. بس فيها سكر. لكن نسبه السكر تركيز. ده انا طبعا انا حضرتك استاذ وراثه وتربيه نبات بتاع انتاج هجن وتحسين الصفات الوراثيه للمحاصيل الخضر والمحاصيل المختلفه، فانا اشتغلت انني اجيب التركيب الوراثيه مع بعضها اعمل لها تزاوج لما اطلع تركيب. كم تجربه بقى أقل حطها او كم سنه؟ ده انا حضرتك خد بس من فضل ربنا عليا وفعلا مش يعني ربنا الشاهد على كلامي. حضرتك استاذ دكتور يعني حاجه طبعا عارف. خدت 5 سنين من عمري يشاء القدر ان يجي الازهار في يوم عيد، اضطر اسيب بيتي واولادي واروح اهجن في يوم العيد 5 مرات. طبعا اهلي واسرتي بيتعجبوا يعني ايه هو للدرجات الراجل يعني رايح يوم العيد علشان يشتغل ورايح الحقل وسيب بيته، ويمكن يوم عيد اضحى وعايزين ابقى متواجد. بتبقى الظروف اللي جابره واجبرتني ان في ازهار طالعه فلازم اعمل لها تزاوج في هذا اليوم، مش انني يعني ايه ان الظروف بيه المحظورات. ايوه لو الظروف متاحه ان انا كنت افوت اليوم ده وما اروحش او استنى يومين كنت هستنى مع انما كان، وبعدين يتعجبوا يجي اللي بعدها نفس القصه، فكنت مجبر انني اقوم. يعني وصلت لها بعد كام سنه؟ لا ده خدت مش انا شغال في البطاطا من 1993 لغايه 2004. لا لا وانا شغال تهجين. يعني انا بسال من سنه كام بدات لغايه لما انت من بقول الرغيف كام سنه؟ عشان اوصل للتركيب الوراثي اللي اسمه الجنداوي اللي هو فيه المزايا الخاصه بتاع سكر اقل وجوده اعلى، والاهم كمان الماده الجافه اللي انا ما قلتش عليه، الميزه الخاصه بالتركيب البطاطا الجنداوي. جميع ودي نقطه مهمه جدا وريت المسؤولين علشان نعرف قيمه هي اطلق عليها الجنداوي تيمنا اسما باسم عمنا الجندي، اسم الدكتور عبد المنعم الجندي، فاطلق عليها اسمي عشان تسجل باسمي لان انا عندي مشكله انها بتتكاثر خضريا، واي حد بعد ما جبت التركيب الوراثي من البذره هياخد العقل. حضرتك مسجله؟ هو ده اللي خلاني اسميه. انا عملت جميع اجراءات التسجيل من اي تو زد، وخدت خلالها جميع الموافقات وجميع الاجراءات القانونيه عملتها ووفقت فيها من الالف الى الياء، ولكن للاسف الشديد حتى هذه اللحظه لم اسلم شهادة التسجيل، وتقدمت بشكاوى للرقابة الإدارية وغيره، ولغيت حتى هذه اللحظة لما استلمها وما رضيتش أخش بمشاكل مع حد، لأن أنا التركيب ده خد الأصعب بقى حضرتك عشان التسجيل. هو ما حدش في مصر الشعب العظيم ده والناس المستثمرين اللي فيه والعلماء اللي فيه ما حدش فكر يساعدني يحتفظ بالتركيب الوراثي في مصر على الآن. أنا من ساعة ما خرجت هذا التركيب لهذا الرح أنا الوحيد اللي بعمل له إكسار وبعمل له مشاتل على حساب ولادي مش على حسابي من نفقة مالي الخاص عشان يستمر التركيب موجود في مصر. ولو سألت أي حد فين التركيب دي مش هتلاقي إلا عند العبد لله، لأنني يقينا عارف قضيتي وعارف هدفي وعايز أعمل حاجة لبلدي. يعني مفيش حد من المسؤولين تواصل مع حضرتك؟ لا أنا رحت للمسؤولين كلهم وفكلوا العيش وشافوه وكانوا مبسوطين بيه. طب إيه المشكلة بقى إن هو ما تطبقش الموضوع الفكري؟ إيه المشكلة؟ ليت المسؤول وأعلى من السائلين. يا ريت حضرتك نوجه للمسؤولين وإحنا على الهوا، لأن الموضوع ده طبعا مش عايزين نخش في 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 جدل سياسي ان لم يصل الى سياده معالي. هو مش جدل سياسي، هو مش اكتر ان احنا
حاجه كويسه تفيد البلد. تمام. يعني مع احترامي ليك يا دكتور، حضرتك كنت رافض ان انا اتكلم في النقطه دي، بس انا مش شايف ان احنا ما نتكلمش فيها. انت اتعرض عليك ان انت يا فندم احد الاساتذه الدكاتره، انت حضرتك قلت لي اسمه، عالم كبير. لا مفيش داعي تذكر اسمه. طيب حضرتك راجل استاذ دكتور، استاذ دكتور كبير. تمام. وعالم من علماء مصر. تمام. الراجل ده سعى بكل السبل. تمام. وعرض عليا عروض فوق الوصف. تمام. انني اخد هذا المنتج ونروح نعمله في تركيا. تمام. انا رفضت رفضا باتا. ده وطنيه منك، من باب اولى بلدي اولي. صح. ان يتطبق. ده صح. ده كلام سليم جدا. وانا تحت كل الظروف اللي خلاني اصبر العمر ده. انا عايزك تقول كده ليه؟ طب عشان والله اشهد الله ان قال لي انت ما انتش عامل حاجه في مصر ومحدش سائل فيك، تعالى نفذ مشروعك في تركيا. تعالى نفذ مشروعك في تركيا. بس بلدك اولى بيه. طبعا انا بلدي اولى بيه، وعندي يقين انه هيتنفذ اجلا او عاجلا. انا عايزك تقول النقطه دي ليه؟ عشان خاطر المسؤولين يعرفوا ان انت مستهدف من دول اخرى. تمام. لتنفيذ المشروع ده. تمام. ويبداوا يفكروا ازاي يتواصلوا معاك، ويبداوا يفكروا ان هم فعلا ينفذوا رغيف العيش المصنوع من 50% بطاطا و 50% قمح. قمح. وبعدين انت بتقول القمح اللي هو الدقيق، اللي هو الدقيق المدعم. تمام. اللي مش فاخر. تمام. اللي مش فاخر كمان. طب يعني انت كده بتوفر عن البلد مليارات. طبعا طبعا. ده فيه الاهم يا فندم، وحاجه واثق يقينا انها هتصدر لكل دول اوروبا ودول العالم، ان شاء الله. ان انا قدرت من فضل ربنا سبحانه وتعالى اعمل دقيق عالي البروتين خالي الجيلوتين. خالي الجيلوتين ده خاص بمرضى السيلياك اللي عندهم حساسيه القمح. يعني انت دخلت في القطاع الطبي قطاع كبير. انت دخلت كده البطاطس. ايوه كده. هتوصل حضرتك ثانيه واحده. طب نطلع فاصل ونرجع نتكلم بقى على الموضوع. طيب تمام. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ومعانا استاذ دكتور عبد المنعم، نفهم بقى ايه قصه العيش للناس اللي عندهم انيميا دقيق. هي حضرتك في مرض اسمه جيلوتين القمح او مرضى السيلياك، دول عندهم حساسيه من القمح، بروتين القمح لما بياكلوا العيش او اي منتج فيه قمح او شعير او شوفان، اول ما ياكل بيحصل له حساسيه وبيظهر عليه اعراض. يعني حضرتك عملت نوعين من العيش. طبعا حضرتك النوع اللي هو العادي. النوع العادي انني دخلت بدل ما هو 100% قمح 50 و50 خليته 50% قمح و50% بطاطا. هقول لكم كمان بعد كده صور البطاطا، اربع حاجات انا عاملها اقدر اوصل بها البطاطا لجميع المخابز والفران والبيوت، عامل اربع طرق بحيث ان البطاطا مدى اللي هخش بس بعد حضرتك هقول الكلام ده بعد اذن حضرتك. طيب. بعد ما اقول قصه الثانيه بقى الشق الثاني في استخداماتي. طيب. ان انا حضرتك عملت الدقيق خالي من القمح خالص، فري قمح، يبقى ده بيه بطاطا مع بعض المكونات الاخرى اللي بخلطها عليه. يعني هو دقيق، دقيق ده خالي من القمح، مفيش قمح خالص بقى، مفيش قمح، عباره عن دقيق بطاطا نهائي، بطاطا بس، زيرو قمح، مع بطاطا مع المكونات الثانيه الاخرى من السوق المصري ومتاحه ومتوفره، وبقى وسعرها كمان بفضل الله هيبقى اقل من اي منتج موجود في اي بلد العالم. طب ايه المكونات اللي داخله مع البطاطا دي؟ حاجات كتير عشان الناس بتروح تقدم عليها. ده انا عامله وفي قطاع كبير الحمد لله بيتواصل معاه من المرضى وبياخدوا منه وبيخبزوا ومبسوطين. يعني انت اوريدي بتوزع للمرضى منه؟ الحمد لله بشكل ودي كده، اللي بيطلب بيتبسطوا منه. معنا اتصال. معنا اتصال. الو الو استاذ ياسر. ايوه صباح الخير يا فندم. صباح الخير، حضرتك منين يا استاذ ياسر؟ من المنصوره يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ياسر. اهلا بحضرتك. اتفضل. وانا كنت عايز اتكلم في حاجه ثانيه غير اللي بتاعتك بتتكلم فيه. اتفضل. بالنسبه لقانون التصالح اللي موجود حاليا. قانون ايه يا فندم؟ التصالح. تمام اتفضل. اولا كل التصالح اللي تعمل الناس كلها واخده ان هم في غير يعني ضد المواطن. قانون التصالح هو اول شيء اتعمل صح لصالح المواطن. بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا حلقتنا النهارده حلقه عن حاجه تانية، فموضوع التصالح وموضوع الحاجات دي حاجه تانية خالص احنا ما لناش فيها دلوقتي. نرجع لحلقتنا. تمام يا فندم. اتفضل. حضرتك بالنسبه لل لا اصل احنا بنتكلم في موضوع تاني خالص غير الموضوع ده. تمام. احنا ان شاء الله نبقى نعمل حلقه بس اللي انا عارفه ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرار من حوالي اسبوع ممنوع ازاله اي بيت. تمام يا فندم. وادى مده اطول للناس ونزل 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 وهو موضوع صعب وموضوع شائك، موضوع ملف صعب بس اللي ملوش مأوى ما يتزالش البيت بتاعه.
ده قرار تطلعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونزل اجمالي المبلغ نزله جدا، خفض فيه كتير. هي القصه كلها ان في والله هو موضوع احنا مش انا مش مش يعني حاليا في الحلقه مش لامن فيه قوي، فمش هقدر ان انا اتكلم فيه الا لما اكون انا عندي داتا كامله اقدر اتكلم. الشيء بالشيء يذكر مع تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن منذ عام 2014، ولقيت طبعا الهجمه الشرسه على الارض الزراعيه في مصر، وبصفتي راجل زراعي بعشق بلدي انت فاهم وحريص على حضرتك عشان في المجال عارف يعني ايه اراضي زراعيه. انا تقدمت بملف سنه 2014 عامل حاجه اسمها بنك تعمير الصحراء، وكنت عامل بنك تعمير الصحراء ده ان احنا كل المباني المخالفه والناس اللي اعتدت على الارض الزراعيه. لا انا بناشد الساده المسؤولين بجد، تشوف الراجل ده يعني ده استاذ دكتور اكيد يعني هو ما يعني انتج فعلا رغيف عيش وكلنا شفناه وفيديو وفيديو شافه مخترع مصري فده اختراع. فاحنا ليه فعلا ما بنقدرش ما بنقيمش ما بن الناس اللي هي قيمه وقامه دول ليه فعلا احنا ما نستغلهمش بحيث ان هو فعلا يكون ليه دور في البلد ويوفر لنا كتير. ده رغيف عيش يا جماعه 50% بطاطا 50% قمح، ده حاجه ممتازه جدا. الدكتور كان بيقول ايه يعني احنا ممكن برغيف العيش ده هنمنع استيراد القمح خالص. اقول لحضرتك ازاي احنا بنقول ان احنا بننتج ال 10 مليون طن مفروض، مع انها ما بتوصلش كمان كلها للدوله، لان اللي الفلاح بينتجه للاسف الشديد فيه جزء بيستخدم في صناعه الاعلاف او للحيوانات، فما بوصلش في ايد الدوله حتى لو ناتج من الارض او من القمح. والتوريد او الفلاح ما بيعجبوش السعر بتاع القمح، فما باخدش كل اللي بيطلعه يوديه للدول. برضو احيانا البيوت وان قلت القصه دي بيحجز جزء في بيته كنوع من الامن، ان لو ما لاقيش عيش او حصل ازمات يبقى عنده القمح بتاعه يقدر يستخدمه في البيت، وخاصه في القرى. كل ده بيأثر على الكمية اللي راحة لوزارة التموين واللي موجودة في الصوامع والمخازن. والعيش ده يبقى أقل سعرا؟ ومع ذلك احنا بنجيب قد اللي بننتجه. احنا عايزين كمان يا ريت بقى كمان بنجيب قد اللي بننتجه خلاص. ده احنا مرتبطين في أوقات شراء معينة عشان نشتري في دول معينة أسعار معينة، وخشينا فيما سبق في مشكلة كبيرة جدا الدولة هتصرف عليها مبالغ طائلة، ان لا قدر الله لو جه قمح فيه فطر الارجوت اللي بيأثر على صحه الناس وبيأثر على صحتنا وبيعمل مشاكل للدوله ومشاكل لصحتنا، ننفق عليه قد القمح وقد الاستيراد وقد الرغيف فلوس كتير وبأثر على الدنيا كلها. فاحنا عايزين يكون اللي قوته من فاسه قراره من راسه، عايزين يبقى قوتنا من عندنا من خلال ان احنا حاجه هننتجها في ارضنا، بطاطا مصرية، بطاطا هتزرع في أرضنا في عروة صيفي، مش هتزاحم القمح ولا المحاصيل التانية، استهلاكها المائي إن لم يقل فهو نفس القمح بالزرع في أراضي متباينة، أي أرض جيدة الصرف والتهوية حتى لو صحراوية هتديني بطاطا يعني شرط تكون الصرف والتهوية. نفس كمية المية الزراعة هي نفس كمان يا فندم، نفس البطاطس والقمح والبطاطا نفس كمية المية، نفس كمية المية ملهاش أكتر مع إنه محصول صيفي. فدي ميزة جميلة خالص وما بنافسش القمح. واقدر كمان ده في ايه حضرتك في معلومات مش واصلة حد خالص، العبد لله عشان انا متعايش بالامر من سنة 93 حتى تاريخه، انا متوسط انتاج الفدان في مصر من 14 ل 17 طن كبطاطا. انا بقول لو الاسوأ خالص لو مش جايب الا 10 طن، فما بالك انا فعلا في الطبيعة عندي ناس في مركز في طفوق ومطوبس لان دول محترفي زراعه البطاطا. يوفروا كام بقى كام طن قمح؟ ما انا هقول معاليك اهوت ازاي اجيب الكميه واكتر ومن قد ايه مساحه حضرتك. انا بقول حضرتك لا اللي انا عايز اوصله حضرتك اللي انا عايز اعرفه. ما هتعرفه ما انا لا ما انا هقول لحضرتك اهو. فدان البطاطا يساوي قد ايه فدان كام فدان قمح؟ فدان البطاطا يمكن ان يعطي 10 افدين قمح، وهقول ازاي حضرتك ازاي وكحد ادنى كمان ويزيد. لو استخدمت انا البطاطا جبتها مباشره وسلقته واديتها للفران كمسلوقه ووزعتها على الفران، يبقى فدان القمح فدان البطاطا لو اداني 20 طن فدان افضل فدان قمح بيدي 2 طن دقيق.
انا هحط طن دقيق قصاد طن بطاطا وبخلطهم سوا قدام الناس كلها، والفيديوهات موجوده ومستعده اعملها 1000 مره على الاقل. اجيب طن بطاطا او كيلو بطاطا وكيلو دقيق واحط اسلق دي واحطهم مع دي، وبدي نفس عدد الارغفه من 2 كيلو قمح، يبقى انا البطاطا ادتني نفس العدد من القمح. طيب انا لو سلقتها بقول حضرتك، بقول للناس كلها ال20 طن قمح طن بطاطا كانهم بالظبط 10 افدنه قمح. ليه؟ انا بقول فدان القمح هيجيب 2 طن دقيق في اعلى حالاته اذا جاب 20 ارداب، يعني 3 طن قمح. اما بتتعمل دقيق بيدي 2 طن دقيق قمح، ال 3 طن قمح بيدوا 2 طن دقيق، 2 طن دقيق من فدان؟ من فدان. من فدان انا حضرتك فدان البطاطا ممكن يديني 20 طن، ال 20 طن دول أي بالنسبه ل 2 طن اي يعادل 10 افدين قمح. طيب افرض ولي عملت الطرق اللي ازاي اوصلها، لان بعض الناس وبعض المعوقين بيقول لك انت ازاي هتوصل بطاطا وهندخلها الفران ازاي ونسلق. قلت لهم لا، ده انا اقدر بفضل الله وعندي اكتر من طريقه وعملتهم. ان انا بامسك البطاطا والجنداوي وامسكها باسلقها وعبيها في صوره قوالب على قد المماثل مجمده في للدقيق، يعني انت عندك الشكايه 25 كيلو جرام في الفاخر، هعمل لك قالب بطاطا 25 كيلو جرام مجمد وسلم دي واحد لواحد. انت عايز تحط شكاير 50 كيلو، خد قلبين من البطاطا ال 25 كيلو على عن طريق التجميد واسلمهم لك، بحيث ان انا اخلي في الحاله دي فدان البطاطا ب 20 طن يساوي ايه؟ 10 قمح، عشان لما ازرع كميه بطاطا مساحه بطاطا في مصر ازرع عشر المساحه المزروعه من القمح، يبقى انا ضعفت الايه؟ الكميه. اامل ان يكون كلامي واصل. طب الاصعب انني انا ممكن احط حضرتك اسلقها واعملها مجمده، او اعملها بطريقه انني احطها زي العصائر او الجبن، بعد ما اسلقها بحطها في صوره اغلفها داخل بصوره نفس صوره العصائر او الاجبان واسلمها تتخلط مع الدقيق ويشتغل الفران او العجان في فرنه جاهز. طيب انا لقيت ان هيقول لك طيب انا هاخد بالشكل ده واخد قالب مجمد واحطه وعايزين يصعبوا العمليه. لا، انا شخصيا بقى وباكثر من طريقه وبالمجهودات الخاصه وعلى دراعي قدرت اجفف البطاطا واعمل منها بودر. طب ايه الميزه اللي عندي بقى؟ جميع التراكيب الوراثيه، وده فضل الله بقى. واحده واحده بقى عليا؟ اه واحده. يعني بودر ليه؟ بودر دقيق البطاطا زي ما عندك. نرجع نشوف النقطه دي. نطلع فاصل ونشوف موضوع البودر. اه نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. النقطه دي الدوله. رجعنا لكم تاني نشوف بقى ايه قصه البطاطا المجففه. البودر. تمام. البودر البطاطا بقى من فضل ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله انني يعني اكون، ان ربنا سبحانه وتعالى وفقني كل التوفيق الحمد لله، انني انا خدت بالاسباب ان انا اخترت تراكيب وراثيه الدراي ماتر او الماده الجافه او المواد الصلبه الزائبه جواها عالي، وبدات اعمل بينها تزوجات طبيعيه عشان اعلي الماده الجافه في البطاطا بتاعتي، عشان كمان احل مشكله تانية فرعيه ان صلاحيه البطاطا تقعد مدة أطول لما تصدر وتقعد سليمة بدون إصابات أو أحفاد. فلما رفعت المادة الجافة، التركيب الوحيد اللي 26% فيه مادة جافة. يعني أنا حضرتك عندي البطاطا التركيب بتاعي ده هنقوله الربع علشان يبقى الكلام واضح. جميع أصناف البطاطا اللي موجودة في مصر أو في أي بلاد آخر، اللي مخلي الجنداوي فعلا يخليني اتكلم بصوت عالي على هذا التميز اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه لي علشان الدوله كلها والناس كلها هتستفاد بيه اجلا او عاجلا. ان انا حضرتك بفضل ربنا ال 25% دي معناها ربع. لما بيروح جميع الناس في الدنيا، لان دول بره بتطلب بطاطا مجففه او بودر علشان نفس قصه مرضى السيلياك او الحساسيه القمح اللي بيتحط عليه مكونات تانية ويستخدموه للايه؟ للمرضى دول اللي عندهم حساسيه، فبيجففوا. كل اللي بيجفف في الاصناف التانية باخد له 11 طن عشان يديله طن واحد.
بيجيب انواع بطاطا التانية سواء ابيس سواء مبروك او اي نوع تاني، ال 11 طن بطاطا يدوا طن دقيق واحد ما عدا الجنداوي. الجنداوي قلت لك النسبه كام؟ الربع 25%. يبقى انا كل ايه؟ أربعة طن هيدوا لي ايه؟ طن. اذا ادي ميزه جميله جدا. اذا في حاله قال كل 4 طن ايه؟ 4 طن بطاطا هيدوا له طن دقيق. او لو انا بقى الفدان جاب لي 20 طن، 20 طن بطاطا سليمه وعايز اجففه بمجفف، في الحاله دي هقدر اجيب منه بفضل الله 5 طن بودر. ال 5 طن بودر دول معناها ما يقارب 3 أفدينة قمح. لا طب انا عايز افهم حاجه، يعني حضرتك بتعمل العيش بالبطاطا مجففه ولا مسلوقه؟ ما هو ده اللي انا قلته، ان انا بعملها باكتر من طريقه، ان انا بجيب البطاطا مسلوقه. لا هي عايز تسال ان البودره دي استخدامات اخرى للخبز؟ ده لها من اهميتها وقيمتها العاليه ان انا لها استخدامات اخرى، لكن هي الاساس واللي مفروض بقى حضرتك بقى طالب الدوله كل اللي مطلوب. عايز حضرتك وناشد المسؤولين وزاره الانتاج الحربي وهيئه التصنيع ان يتعمل مجفف، وانا مسؤول بفضل الله امام ربنا اورد لكم دقيق وادوني المساحه وحدكم قد القمح. هي ليها تربه معينه بالنسبه للبطاطا؟ ليها تربه من معينة. مزايا البطاطا ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى ان البطاطا بتزرع في مدى واسع من الاراضي، شريطه أن تكون جيدة الصرف والتهوية. لو أرض صرفها وتهويتها عالية وقوامها مميز هزرع فيها بطاطا، وبالتالي كل أراضي جيلتي ومعظم الأراضي الصحراوية اللي فيها صرف جيد وتهوية تصلح لزراعة البطاطا. المدى بتاعها واسع جدا. يعني ممكن ده أنا عملت ما هو أصعب. قطع في الصحراء مثلا تستصلح ويتزرع فيها يا بطاطا؟ يا فندم عملت وجربت والحمد لله، شريطة يكون فيها صرف جيد وتهوية جيدة. بتدي محصول وبس في حالة الأراضي الرملية اللي ما فيهاش تغذية بنعوز إن احنا نعمل برنامج تسميد عالي عشان تدي لي إيه المحصول الجذري تحت النباتات. خلينا في الجزئية الأهم، إن احنا بنناشد إن يتعمل مجفف علشان كل المحصول لو يطلع. لو الدولة عايزة تاخده بودر ومش عايزة تاخده طازج زي ما حضرتك بتقول مسلوقة، طب هم عايزين ياخدوه بودرة ويوزعوه شكاير زي ما بيوزعوا شكاير القمح. احنا عايزين مجفف على مستوى الدولة مش على مستوى الشغل الخاص بتاعي، وعلى قد امكانياتي بأجاهد انني بحافظ على التركيب لوحدي وبزرع اراضي لوحدي وبقعد انتج فيه. ما فيش حد متبني الفكرة دي، هي فكرة بصراحة. فلو عملنا المجفف يعني هقدر اورد يعني حاجة لكل الافراد ومنتج مصري، منتج مصري، منتج محلي. المزارع بيعاني اشد الامرين. هل هيكون في فائض، يعني فائض ان احنا نصدر منه؟ يا فندم ده حضرتك اضعف الايمان القاص بمرضى السيلياك، ودول نسبه عاليه جدا في دول العالم اللي عندهم حساسيه جلوتين القمح، رقم ليس هين. دول بيدوروا على المنتج المخبوزات بقى كلها. يا ريت بقى ده في حضرتك مش بس هنعمل عيش، دول محرومين من المكرونه اللي فيها دقيق، محرومين من اي منتج فيه دقيق، من الكيك، من الشوكولاته، اي حاجه يعني داخل فيها دقيق قمح. ممكن يصنع منها مكرونه يا فندم. شغال على انني اطلع جميع المنتجات، وانا عملت منها شيبسي فوق الوصف في منتهى الجمال. لكن كل تجاربي وكل نشاطي أنا نشاط أنا فردي مع بتاع بقى. شخص لا فقط ثواني بس ومنجيب اولاد. معلش مع احترامي حضرتك، قابلت وزير التموين؟ حضرتك قابلت وزير التموين صح؟ قابلت الاستاذ الدكتور عالم صلحي. رده ايه؟ للامانه الراجل تقبل الفكره وبعت شكل لجنه برئاسه رئيس المستشارين الاستاذ الدكتور احمد خرشد، وانتظر منه تقرير، والدكتور خرشد كل العيش بنفسه وشاهد التجربه، والى الان يعني ما حدش رد عليك؟ وعندي بتواصل معاهم. والدكتور احمد خرشد يعني اللجنه نزلت اوريدي، نزلت خلاص نزل وتابعت وشافت من شهر فبراير يا فندم، واكلت وكانوا. اما تشوف مدى انبهار اللجنه وتصنع قدامهم يا فندم، خليك معايا، تصنع قدامهم رغيف العيش. يا ريت ده كمان زيد على ذلك، وكانهم جايبين يعني ضبطيه قضائيه، كانوا بعدوا الارغفه من كل كيلو بطاطا كام بالواحد بدل الموظف 10، حتى عدد الارغفه عايزين يتيقنوا ان هو عاطي نفس الدقيق من الكميه، فزاد من فضل ربنا وهم اللي واقفين يعملهم.
زاد لان انا ما كنتش جربت ال 82 موجود معانا الفيديو ده خدت بال حضرتك ما كنتش جربت ال 82 بكميات قرار اللجنه كان ايه يا دكتور؟ كانوا ممتازين جدا ومبسوطين يعني لكن تنفيذ هيتواصلوا مع حضرتك تاني؟ انا اللي بطلب عليهم وما اعرفش ايه العلاقه يعني تتصل بحد دلوقتي ما حدش بيرد عليك؟ لا بيرد بيقول لي ان شاء الله وما فيش تنفيذ والدكتور علي كان بيشجع الفكره. عايز تتكلم براحتك لان انا ده حاجه مهمه جدا للبلد يعني دي حاجه مهمه. شوف حضرتك حضرتك انا حضرتك ما فيش وزير زراعه ما قعدش معاه ومقتنع جدا بالفكره لكن التطبيق انا هفرح بايه ما اعرفش لا شهاده التسجيل حد اديها لي ولا هيديها لي ولا هيديها لي خدت بال حضرتك ولا التنفيذ بيتم ان لم يكن معالي دوله رئيس الوزراء او سياده رئيس الجمهوريه بتمني ملف البطاطا الجنداوي لانتاج خبز مصري وتوفير مليارات الجنيهات اللي بيتم بها استيراد القمح اعتقد بالصوره اللي انا شايفها دي هيبقى التطبيق صعب يعني جدا. انا مستغرب بصراحه يعني هي وأنا سياسه الدوله حاليا توفير الماده تمام وانشاء هو مشاريع وبالدعم تبقى سبورت في كل في المشاريع حال يعني المشاريع حاليا الدوله بتدعمها بتنتج مشاريع فازاي مشروع تمام. زي مشروعك هيوفر احمد هو مش مشروع يقينا ده المفروض مشروع دولي مفروض مفروض ده مشروع ده حاجه ثوره قوميه يقينا يقينا لو وصل هذا الامر لمعالي الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومعالي سياده رئيس الجمهوريه وعرف ان في حاجه حقيقيه لو في ناس من تركيا بتتفاوض معايا وعايزاه يروح تركيا ينفذ المشروع ده وان شاء الله بفضل الله احنا ممكن نتعاون مع دول عربيه مستعد دول عربيه يعني. في برضه بتتفاوض ومستعد بس الجانب ده مرفوض بالنسبه لي والاتجاه ده مرفوض بالنسبه لي لكن لو دول عربيه اخرى في جديه ممكن ما فيش مشكله طالما الدوله مش سائله فيا انا بعرض على قدام الشعب المصري كله ان ربنا سبحانه وتعالى من عليها بكرمه وفضله فضلت اعرف اجيب تركيبه راسي له مزايا خاصه منها الماده الجافه العاليه اللي تخليني اعرف اجيبه دقيق اخلي الفدان حد ادنى يجيب له 5 طن او 4 طن بس دقيق يبقى الفدان سوا كدقيق على الاقل خالص فدانين قمح كدقيق لو عملته مسلوق يساوي 10 افدين قمح وفي كلتا الحالات انا عملت حاجه كبيره وميزه ان انا جبت دقيق ودقيق صيفي ضعف الايه القمح وجبت منتج مصري مميز في تركيبه الوراثي في محتواه الغذائي في نسبه السكر اللي فيه اللي ملهاش ضرر على صحه الناس ولا على مرضى السكر وفيه فيتامينات ومضاد اكسده ده انا يعني تخوفت في ظل الكورونا دي اقول لي وفعلا التركيب بتاعي عالي مضادات الاكسده فيه عاليه والكاروتين فيه عالي وفيتامين س فيه عالي ما رضيتش حتى استخدمه يقول لك ده عايز يسوق تجاريا في ظروف كذا لكن هو فعلا كان هيزود المناعه عند اي حد بياخده وعشان كده بفضل الله بفكر اعمل مكمل غذائي للناس الاطفال او المرضى وزي المركبات اللي بياكلوهم الاطفال يتعمل منه نفس التركيب وهو في منتهى الجمال حقيقي يعني والستات اللي تذوقته بيتثنى عليه من فضل ربنا. يعني هل من البطاطا فعلا ممكن اقدر اخرج منها تصنيع مكرونه؟ ده يا فندم انا حضرتك شغال في كده خلاص يعني بحاول اعمل مكرونه واعمل بتحاول خلاص ولا اوريدي؟ ان شاء الله هنفذ بفضل الله ليه؟ في اصلي معنى ايه كبحث علمي هو اوريدي خلاص انت انتجت رغيف عيش لا وده فعلا ماض فعلا ماض وبنتج على طول واي فرن واي تمام. زميل او اي صديق تمام. يعني في زميل من المنصوره هنقدر نخرج منه بعد كده المكرونه يا فندم حضرتك انا شغال وبنفذ خلاص بس انا عايز اوصل للتركيبه فندم حتى لو ما وصلتش المكرونه انت عملت رغيف لا عيش لا هعمله يا فندم يا فندم يعني لا مش ما انتش فاهمني انت حضرتك عملت رغيف عيش مكون من 50% بطاطا وعملت و 50% المكمل الغذائي يعني انت بتوفر على الدوله مليارات مليارات وكل سنه مليارات فليه احنا ما نستغلش الدوله ما تستغلش الفكر بتاع حضرتك ده وتنفذه بس الرينج اللي بيقوله احنا بنطالب الدوله بكده يعني السيد رئيس الوزراء السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ده معانا عبقري ربنا وهبه من مواهب مصر ومصر فيها مواهب كتير جدا جدا ده موهبه منها ده عالم عبقري اخترع اختراع يوفر على الدوله مليارات الجنيهات يا ريت بجد حد يتواصل معاه ويبدا يفكر ازاي
يستغل النقطة اللي جواه، يستغل الفكر اللي جواه، يستغل الاختراع العلمي اللي عمله، بحيث ان ده هيوفر لنا احنا كتير. يعني هيوفر لنا احنا كدولة، هيوفر لنا مليارات. احنا بنستورد القمح مليارات. زمان قوي كنا احنا اللي بنصدر، انما مع التغير المناخي مع الحاجات دي كلها احنا بقينا بنستورد. فده فكر ليه الدولة ما تهتمش بحاجة زي كده، بموهبة علمية، موهبة علمية. طيب معنا اتصال. الو. الو، صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتعرف باسم حضرتك؟ محمد الشربين. اهلا بيك يا فندم. منين يا استاذ محمد؟ بالقلب يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اتفضل يا فندم، اتفضل. دلوقتي احنا بنقول ان البطاطا بتاعتنا ملهاش عرق. ملهاش ايه يا فندم؟ انما دي ايه؟ ملهاش عرق ازاي؟ البطاطا البلدي فيها نسبة سكريات. تمام. يعني فيها سكر. تمام. البطاطا اللي الاستاذ بيتكلم عنها او الدكتور بيتكلم عنها دي بطاطا بتتعمل لمرضى العلف المواشي. تمام. نعم كده. ما هياش، لا احنا بنزرع عندنا. انت حضرتك التركيب هو حضرتك بتشتغل يا فندم؟ فندم حضرتك بتشتغل ايه؟ عندي ارض يا فندم ومزارع، بشتغل عند ارض مزارع. ماشي. البطاطا نوعين، البطاطا نوعين، نوع بلدي اللي احنا بناكله ده النوع اللي فيه نسبه سكر. تمام. هو بيتكلم عن البطاطا الثانيه، البطاطا الثانيه احنا ما بناكلهاش، احنا يا اما بنصدرها منها نسبه تصدير بره لغرض معين، او احنا عندنا هنا برضه نفس الحكايه لهذا الغرض. بص يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك، مفيش سكر دي. سؤالك وصل يا استاذ محمد بعد اذن، ما عليك اسمعني. تحت امرك. انت حضرتك ما شفتش التركيب الجنداوي، انت بتتكلم على التركيب الصحراوي او البلو جارد اللي انت بتشتغلوا فيه. انت مفكر حضرتك من خلال خبرتك، ومشكورا كمزارع، ربنا يوفقك وعينك، لان انت راجل بتنتج وبتجيب خير للبلد. كل اللي شفته في خلال تجربتك نوعين من البطاطا، اللي هو الصنف. أيوة. الابيس البلدي المفصص، والصنف الثاني اللي انت بتطلق عليه اللي هو البيرو جارد، او اللي انت بتقول عليه مجازن الصحراوي، اللي هو ما انتش عارف تبيعه النهارده وسوقه واقف، والتجار بيجي يقول لك ب 70 قرش، وبقول لك ده ما فيش تصدير، وبتضطر صبرا وبتضطر تحذفه للايه؟ للمواشي. انا بتكلم في حاجه تانية خالص. الترتيب بتاعي اسمه الجنداوي. اولا السوق المصري وفي تراكيب كتيره خالص. الجنداوي ده تركيب خاص عند العبد لله فقط، وانا اللي عمال احافظ عليه من يوم ما طلعته ومتواجد عندي. وحضرتك انت حضرتك هعرفك يعني ايه الجنداوي لو قلت لك ان انت انا عامل سكيل خاص او وحده قياس للون اللحم الداخلي للبطاطا. عندك الابيس اللي هي واخده لون برتقاني خفيف، والصحراوي اللي عندك ده وانت زرعه يا استاذ محمد لونه زايد في الدكانه اقل من الابيس. انا بقى يا ريت لو على الشاشه في الفيديو حضرتك لون القطاع اللحم الفليش كلر في اللون البطاطا واخد اعلى درجه في اللون 9/10. انا عاتي الابيس البلدي 5 والبيو جارد اللي انت بتتكلم عليها 6. البطاطا بتاعتي من جوه واخده لون 9، يعني دارك بيربل بنقول عليه شديده الدكانه، لونها يكاد يكون قرمزي اقرب الى الاحمر. انا حاطط قطاع على الشاشه لو شفته احترام المعاليك هتعرف ان انت ما شفتش الجنداوي خالص. مع ان الجنداوي ما هو مش مزروع، ما هوش منتشر. ما انا قلت لك مش منتشر. اما انا عمال اقول اغيثونا يا مصريين، اغيثونا يا مزارعين. انا مزرع، انا منزل بوست على صفحتي ان انا برحب باي حد يزرع بطاطا كمان في علوة مخالفة في شهر 9، وهنحصدها في اخر 4، وهتجيب محصول زي ما انا عملت في مركز مطروبس وربنا وفقني. هو المشكله لو حضرتك تشرفني في كفر الشيخ وتيجي تاخد عقل الجنداوي، وكمان هشتريها منك انا مسبقا، حتى لو الدوله ما خدتهاش انا هاخد منك البطاطا وهقدر اصنعها وهقدر اعملها لحاجه تنفع البلد وتنفع المرض. ومستعد على مين قال لك ان يا فندم لو ما فيهاش عرق ما تتكلمش بعد اذن معاليك، وداعبنا كمصريين كلنا على حاجه انت ما شفتها. بالعكس البطاطا الجنداوي بتزود عرق القمح عن الدقيق اللي انت عارفه، اللي انت حافظ القمح ال61 بتاع زمان اللي بتميزه وتحبه، مع انه ما بجيبش محصول عشان كان فيه عرق. لا البطاطا الجنداوي، ودي على فكره ما هيش حاشا مش كفاءه من عندي، ده عطاء ربنا ليا، مش انا اللي خليت العرق فيها عالي. هو دي حاجه من عند ربنا، عرقها عالي جدا وجلتانتها عاليه جدا، وبتدي مخبوزات على اعلى
درجات الجودة والطعم والمذاق. عايز تيجي تاخد مني بطاطا وتعملها بنفسك مرحبا بيك، عايز تيجي تاخد مني عقل وتزرع مرحبا بيك، عايز تتعاقد على اني اشتريها منك بعقد رسمي هكتب لك عقد واخدها منك. انت عارف يا دكتور ان احنا لما بنيجي نزرع احنا في الريت بتري، يعني بنبقى محددين سلفا اللي احنا هنزرعه مع بعض كمزارعين، فبالتالي ما نقدرش ندخل منتج جديد. ده حاجه ترجع لك اللي متعرف عليه عندنا يا فندم. يا فندم هو انا عارف افرض على الدكتور بيتكلم ان في نوع ثالث من البطاطا اختراعه هو، حاجه خاصه بيه هو مش موجود، قدر ان هو يصنع منها بديل للقمح، مش 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 النوعين اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول. انا ماليش علاقه باللي انا قلت لك عليهم، انا حافظهم لانني من سنه 93 لغايه النهارده ما وريش شغله الا زراعه البطاطا، وحافظ الناس اللي في دمياط واللي في بلقاس وفي كفر الغاب وابو زاهر وفي منطوبس. بنشكرك يا استاذ محمد على المداخله. اللي هم وبتوع مشات البطاطا كلهم عارفين العبد لله، لان هم بيرجعوا ليا في الارشادات الخاصه بالمحصول. اعذروا وتعذر الساده المشاهدين، انا حضرتك بتتكلم في حاجه على انا عن نفسي انا ما كنتش اعرفها. تمام. يعني انا كراجل مثلا بحب دايما على الطلعه تاني. انا عايزه اعرف الحين ان المسؤولين استجابوا النهارده، تمام، ايه الخطه اللي هتمشي عليها سريعا كده عشان وقت البرنامج؟ ما هو الخطه اللي هتمشي عليها وامتى العيش هيكون موجود؟ اتمنى في من الله اول حاجه ان احنا يتوفر لنا مجفف كبير علشان نقدر اي كميات بطاطا تطلع نجففها ونديها بودر اذا صممهم على وسيله وصول البودر للفران. الحاجه الثانيه ان يتوفر مساحات، وانا حتى هذه اللحظه عندي مثلا ما يزرع 30 فدان اقدر اعملهم بحيث يكونوا بكوره، ان انا ابدا بيهم بحيث السنه الجايه اخليهم 100 في 1000 لما اوصل الى عشر مساحه المزروعه قمح، بحيث ان انا مزرعه بطاطا يبقى عندي ما يكفي لوقف الاستيراد، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى ننتج للدوله كميه بطاطا او بودر دي منها يعادل نفس كميه القمح. خلال قد ايه يكون دي حضرتك محتاجه لا منتج موجود في السوق موجود حالا، لكن ازاي اغطي الكميه من خلال ان انا ازود المساحات المزرعه سنه بعد سنه من المحصول، ويحصل فيه تبني من الدوله وتشجيع ان ويا ريت الدوله تتبنى بجد الفكره دي والموضوع ده. وزي ما انا عرفنا من الاستاذ الدكتور عبد المنعم الجنداوي ان فعلا في لجنه نزلت من وزاره التموين وتابعت بنفسها طريقه التحضير للرغيف عن طريق البطاطا وعن طريق القمح، وقاسوا كمان الكميه اللي اتعامل بيها انتجت كام رغيف. فيا ريت يا ريت بجد لو المسؤولين شايفيننا ننهي الموضوع ده معاه ونبدا نفكر ازاي نستغل الفكره دي. سعدنا بحضوركم جدا جدا جدا، ويا رب يكون فعلا الحلقه افادتكم، واللي يعرف يوصل صوت الاستاذ الدكتور عبد المنعم يوصله، ويا رب تكون استفدتوا معانا من الحلقه دي ان شاء الله باذن الله. واحنا بنناشد من خلال دردشه سريعه كل المسؤولين اللي بيشوفونا او اللي مش هيشوفونا هيشوفونا على السوشيال ميديا، ان هم يتبنوا فعلا فكره الدكتور العالم المصري المحترم عبد المنعم الجنداوي، والافاده للوطن كله مش لشخص، كل افاده للعالم العربي كله كمان. العالم العربي كله كمان. سعدنا حضرتك يا فندم وشرفتنا في الحلقه دي، نورتنا النهارده، ونورتنا بصراحه. ربنا يبارك فيكم، ده انا اللي سعيد بوجودي معاكم النهارده، ونامل من الله ان يكون في نافذه وضوء ان احنا ننفذ حاجه تنفع البلد. وبنناشد تاني في نهايه برنامجكم الجميل سياده رئيس الجمهوريه وسياده معالي رئيس الوزراء، ان انا باجاهد في هذا الامر من عمري ومن قطب ولادي. شكرا لك، لانني متيقن ان انا عايز اعمل حاجه للبلد. شكرا لك يا دكتور، وبكده حلقتنا تكون انتهت. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.